السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. امبارح كان في زيارة لسيد وزير الشباب والرياضة مع نجوم الألعاب الأخرى لمنتخبنا الوطني، وعملنا امبارح وقلنا هنا وإن ده وقت الدعم وده وقت الإشادة وده وقت ضربة البداية. ثم النهاردة كان أقوى نقطة دعم أو أقوى دعم النهاردة في زيارة السيد الرئيس لمنتخبنا الوطني. والحالة أنا الحقيقة كان ليا الشرف النهاردة أن أنا كنت موجود في هذه الجولة أو الاجتماع ده، وشفت النهاردة حالة السعادة على اللعيبة في وجود السيد الرئيس وحديث السيد الرئيس مع لاعبي المنتخب الوطني ومنهم صلاح، وازاي كانت روح الدعابة وازاي كان الدافع وازاي كان هتبذله أقصى حاجة، وازاي كان النهاردة سيادة الرئيس النهاردة حديثه على الاستاد والمنشآت والتطوير وما تقلقوش اللي جاي كله هيكون مختلف. صلاح النهاردة كان ليه كلمة مع سيادة الرئيس سمعناها النهاردة، إن إحنا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وصلنا لآخر نقطة، ولولا التوفيق كنا أخذنا كأس الأمم. إحنا السنة دي رايحين نبذل أقصى ما عندنا. ده النهاردة كان كلام صلاح، لأن دايما الناس تقول يعني صلاح بعد كأس الأمم اللي فاتت هيلعب هيكمل مش هيكمل. صلاح لعيب بينزل نقلة في أي لحظة وبيقدر إن هو يصنع الفرق. المشهد اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده موضوع، وإن حضرتك تروح تقف تشوف إيه اللي اتبنى وتشوف الاستاد ده عامل إزاي على الطبيعة، ده موضوع تاني خالص. أنت حضرتك لو رحت الملعب ده النهاردة وشفت الملعب ده من جواه عامل إزاي، لازم ترفع راسك وتفتخر إن أنت مصري. بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة، تحدي كبير للدولة المصرية ورئيسها ومؤسسات الدولة إن في الأوقات القصيرة وفي الظروف الاقتصادية الصعبة إن الدولة تسعى لوجود هذه المنشآت والبنية التحتية والبنية الرياضية، وتفتخر إن يبقى عندك استاد زي استاد مصر المشهد اللي احنا شايفينه ده. زيارة سيادة الرئيس النهاردة كانت زيارة في منتهى الأهمية، ليها دافع كبير جدا على لاعبي المنتخب الوطني قبل البداية وقبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في القادم، وكل الدعم وكل الدعم لمنتخبنا الوطني. احنا ما بنقول دعم امبارح وقعدنا النادي، فبنقول للناس بتوع الكوره والناس المسؤوله واللعيبه القدامى وحاجات كتير. النهارده السيد الرئيس هو اللي بيعمل ضربه البدايه في الدعم، هو اللي بيقول لاولاده النهارده مستنيينكم. ودايما كلام السيد الرئيس دايما في كل هذه اللقاءات مش روح هات البطوله، ابذل كل ما عندك، دي في الاخر رياضه، اهم حاجه انك ما تاثرش في حاجه، اعمل قدم كل اللي عندك، قدم افضل ما عندك، والتوفيق والنتيجه في الاخر بتاعه ربنا. مهم جدا ان انت تبذل اقصى حاجه، بس ما يكونش فيه عليك ضغط، انك تشتغل بارتياحيه. مشهد النهارده الحقيقه رائع ولقاء رائع جدا. شكرا فخامه الرئيس، وشكرا السيد وزير الشباب والرياضه، شكرا مؤسسات الدوله على الدعم الكبير جدا لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق في القادم. انا دايما بقول لحضراتكم ان احنا، انا واحد من الناس بسمع كل الناس، بسمع الناس اللي عندها برامج وعلى السوشيال ميديا وزملائنا وكل، ودايما صاحب نظريه ان كل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد افضل مني بكتير. ساعات بسمع بعض الناس في معلومات واستغرب هي المعلومات دي جت منين. يعني النهارده مثلا سمعت خلاف شديد وخناقه شديده جدا وانقسام داخل معسكر منتخبنا الوطني. طب انقسام مع مين؟ قولوا لنا مين اتخانق مع مين؟ خد يا عم احنا هنغلب، محمد الشناوي مسك احمد الشناوي، خناقه الرب السما فيتوريا بيحجز بينهم، ده عايز رقم 16 وده عايز رقم 1 شغلانه. طب وبعدين؟ ورقم 11 ورقم 19 ما بين كهربا وما بين مصطفى محمد خناقه ثانيه. طب وبعدين؟ محمد هاني وعمر كملعب واحد، ده عايز اربعه. فالنهارده انا كنت في المنتخب،
يعني كنت النهارده اتشرفت انا اكون موجود في الزياره دي، وكنا موجود هناك، ويعني قابلنا صلاح وزي ما حضراتكم شايفين واللعيبه كلها، وقعدنا واتكلمنا مع اللعيبه كلها. وموضوع الارقام، ألذ واحد النهارده رد عليا في الموضوع ده هو كهربا. طبعا الشناوي بمنتهى الصراحه كده انا ما بسالوش في الحاجات دي، ببقى يعني ببقى انا ايه، انا عارف الردود وكده وعارف يعني، بس قلت اشوف القصه. كهربا انتوا عارفين كهربا امام عاشور كانوا داخلين ورا بعض ودمهم خفيف، و يعني تقدر تسالهم او تراجعهم. الشناوي اهو وروح معنويه عاليه جدا، فقلت له كهربا ايه موضوع الارقام ده وبتاع، يعني ايه القصه يعني؟ قال لي دي الارقام دي يا كابتن احنا بنسمعها في الافلام الكرتون. قلت له يعني ايه؟ مش قال لي يعني في افلام الكرتون دي ايه في ولا ده ايه؟ قلت له يا عم الارقام وال قال لي خلافات ايه؟ ما في خلافات ايه؟ ال 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 الارقام في المنتخب بالادميه، يعني انت الادم، محمد شناوي اخذ 16 واحمد شناوي اخذ 1، احمد اقدم، شكرا خلاص. كهربا اخذ 11، مصطفى محمد اخذ 19، وكهربا مصطفى كان بيلبس 11 عادي ولا فيش حاجه خالص. قال لي كهربا النهارده قال لي جمله بقى هي دي الموضوع. قلت له ايه؟ قال لي يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه، في المنتخب الوطني كل اللعيبه اللي انت شايفهم دول واحنا لابسين تيشيرت المنتخب، انت ممكن تسالني انت لابس كام اصلا ما اخدش بالي، يعني مش مهم الكلام ده في النادي ده رقمي بحبه بتاع، انا جاي اعمل مهمه وطنيه والقصه بالادميه، فانت لو سالتني دلوقتي ممكن انا ما اعرفش الرقم معاه ايه، فما فيش اهميه اصلا، ما فيش موضوع اصلا، يعني اللي طلع الطلعه دي طالعها من وحي الخيال ورش عليها ميه عشان تـ تـ يعني ترعرع زي ما بيقولوا، ما فيش موضوع. ده واحد جاب الشغلانه دي من وحي الخيال. المنتخب لا فيه ارقام ولا فيه قصه ولا خلاف ولا ده مع ده ولا اي حاجه خالص، ولا فيه اصلا سنتي حاجه. طيب نروح لكريم ندفد نجم النادي الاهلي. كريم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبار حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني. كله زي الفل يا كابتن، انت كمان يا حبيبي. طمني عليك. كله زي الفل، بخير الحمد لله. الدنيا ماشيه كويس معاك؟ انا كنت سامع انك كان عندك حاجه شد، حاجه بسيطه، ولا الدنيا تمام؟ لا لا كله زي الفل، كان في حاجه بس بسيطه كده في الامنيه لكن عدت من فتره الحمد لله. الحمد لله. القادم بنسمع اخبار كتيره، كريم في الاهلي، كريم في عروض، كريم خلاص في اتجاهه او في سكه، الراجل تمسك بيه ومكمل. الفاينل ايه او قرار الفاينل ايه؟ يعني الموضوع بالنسبه لي انا ما فيش تفكير في اي حاجه ان انا مكمل في النادي الاهلي، انا يعني انا لسه راجع النادي من 3 شهور، حصل اصابه في اول الموسم في الاماميه، فيعني بالبلد يعني ما خدتش فرصتي لسه في النادي، او ما حسيتش ان انا لسه خدت وقتي في النادي، فانا يعني لسه متمسك بالفرصه وانا شغال في النادي وتحت امر النادي في اي حاجه. الراجل متمسك ان انا ابقى موجود، دي حاجه يعني بصراني ان الراجل هو اللي جايبني وهو مقتنع بامكانياتي، فاكيد هيدخلني في الوقت المناسب، فانا بشتغل بعمل اللي عليا في التمرين في اللي هو بيطلبه مني، فاعتقد يعني ان انا مكمل، ما فيش اي حاجه، ما حصلش اي حاجه في الايام اللي فاتت يعني سواء من النادي او من ناحيتي يعني. يعني احنا ما استفسرنا لقينا ان الراجل تمسك ومتمسك بوجودك. انت من اللعيبه الحقيقه الكبار جدا فنيا واخلاقيا بمنتهى الصراحه. بعض اللعيبه احيانا يقول لك انا مش موفق، اصابات كتير او عندي قصص كتير. انت بقى بالنسبه لنا لغز. في الاهلي قبل ما تطلع كان في امور اصابات كنت غير موفق. طلعت من الاهلي كسرت الدنيا ومشيت الحقيقه بشكل رائع ورجعت الاهلي من الباب الكبير. ايه بقى الموضوع يعني؟ انت هل دايما حظك مع الاهلي مش موفق، كل حاجه نصيب وكلها بتاعه ربنا، ولكن انت المشهد ايه؟ لا يعني بس هو عايزين بس نفرق حاجه يا كابتن سيف، انا لما رجعت من فيوتشر انا رحنا النمسا عملنا خط اعداد، رجعنا من خط الاعداد قبل ماتش السوبر جالي اللي هو مزق في الاماميه، فده اللي عطلني شويه برضه، خلينا حاطين حاجه يعني في دماغنا ان احنا انا راجع على النادي الاهلي فرقه شبه متكامله، فرقه لعيبه كلها لعبه اخر موسم البطوله كامله، في رصيد ليها مع الراجل، فطبيعي ان فرصتي ان انا تبقى موجوده او اكيد موجوده، لكن ما بتبقاش بالسهوله يعني ان انا اخش الفرقه بسهوله، ده شيء مش سهل يعني بالذات على فرقه اخر سنه واخده كل البطولات اللي دخلتها، فطبيعي ان يبقى في شويه تاخير شويه في الدخول للفرقه، لكن المهم بالنسبه لي والاهم من كل ده ان انا ابقى
يعني الراجل اللي حاططني في الصوره معاه او هو شايف ان انا ليا فرصه او ان انا موجود، دي نقطه مهمه. لو هو بتبقى انت بعيد طبعا، لاعب الكوره بيفهم دي او بيحس دي، ان هو لو في التمرين او في القعده مع الراجل بيحس ان هو ملهوش دور او هو مش متواجد، فبيبدا يختار ان انا لا مش هبقى موجود او انا هطلع. لكن انا مش حاسس ده مع الراجل، وانا حاسس الراجل مديني وضع كويس. يعني مع الوقت ان شاء الله، مع الفتره اللي جايه احنا عندنا توقف طويل، فاعتقد ان الفتره دي هتفرق معايا ان انا اقدر اخش الفرقه من بدايه بعد بطوله افريقيا ان شاء الله، تبقى يعني بشكل مختلف ان شاء الله. بعض الناس ممكن تفكر، يعني انا واحد من الناس مثلا، او انا لو حطيت نفسي مكان جمهور الاهلي فانا لازم اشوف كريم ده حاجه كبيره قوي، راجل كان نجم في فيوتشر ومكسر الدنيا وعامل شغل كبير، وراجع على الاهلي في خناقه ان انا العب واخش وامور صعبه زي ما انت قلت، فرقه مكتمله وكده، ولكن متمسك ان انا ارجع زي ما يكون، ان انت هو حلمك ان انت انا العب في الاهلي، انا العب اساسي في الاهلي. خناقه انت اخترتها بايديك او سكه اخترتها بايديك اكيد حبا في النادي الاهلي، لكن كان عندك طريق تاني سهل ممكن توصل بيه اسرع. طبعا يا كابتن، بس انا يعني انا كنت بلعب في فيوتشر واخد وضعي، واخد وضع في فيوتشر، عاملين موسم كويس. الموسمين اللي احنا لعبناهم هناك كان موسمين كويسين قوي. بس انت كنت يعني، انا لما لعبت في النادي الاهلي انا لعبت اه في النادي الاهلي وانا صغير وخدت بطولات في النادي الاهلي، بس كان في حته جوايا ان انا عايز ارجع، يعني لازم احاول مره تاني في النادي الاهلي، ما اختارش الطريق السهل من بدري. يعني هو لازم تحاول ولازم ترجع تثبت ان انت تقدر تلعب في النادي الاهلي وتقدر تبقى موجود في النادي الاهلي. فده كان هدفي من الرجوع، لكن كان الاسهل بالنسبه لي ان انا موجود في مكان كويس، مكان كبير، واريح دماغي من الضغوطات ومن المنافسه الكتير. كنت موجود في فيوتشر وحافظ مكاني وحافظ مكاني في فرقتي وليا وضعي في النادي، لكن انا كنت في ليا هدف جوايا ان انا لا لازم ارجع تاني النادي الاهلي وارجع احاول ويعني احاول اخش تاني النادي واظهر للناس ان انا اقدر اكون موجود في النادي الاهلي، مش لعبت فتره وخلاص، يعني مش انا الشخصيه اللي هي بتختار السهل على طول يعني. فكان ده مهم بالنسبه لي، والحمد لله ربنا وفق ان انا ارجع. بس رجعت اه، لكن لسه ما حطيتش نفسي في الفرقه بصوره كبيره، ما دخلتش الفرقه، ده اللي انا شغال عليه، وده هدفي يعني، ده هدفي ان انا بسعى له الموسم ده ان شاء الله. امتى ممكن تخش الكولر تقول له حدد لي اتجاه، يعني هتستعين بيا، محتاجني دلوقتي، ولا اطلع وارجع لك تاني حتى لو على سبيل الاعاره؟ عمرها ما تحصل ده يا كابتن، يعني عمري انا عارف يعني دوري كويس قوي. انا بالنادي الاهلي يعني، برضه احنا عايزين نحط دي قدامنا، انا اللعيب من بس انا عايز اقول لك حاجه، دي ما فيهاش يعني، دي ما فيهاش لا 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 تهاوز. انا فاهم كويس، بس انا عارف دوري كويس قوي، انا عارف دوري كويس قوي في الفرقه، وعارف انا امتى هتبقى انت خلاص انت بتحس يعني. وبعدين مستر كولر في يعني حاجه كويسه جدا، هو الراجل واضح، يعني الراجل واضح جدا، لما بيحس ان اللعيب ملوش دور بيبلغه، اللعيب نفسه بياخد هو القرار، يعني انت هتبقى دورك بعيده معايا او انت مالكش فرصه معايا. وده كلامي كان معاه من يوم ما انا رجعت النادي الاهلي او عملت اول اجتماع معاه، ان انا لو ليا فرصه وهبقى موجود انا موجود، ما عنديش مشكله، عمري ما هقول لا يعني. لكن انا يعني بؤمن بحاجه مهمه قوي، هو الشغل بؤمن اللي عليك، يعني انت بتشتغل عليك فيما يرضي الله، فربنا بيكرم التعب اللي انت بتتعبه، ربنا ما بيعوضه، يعني مش هيضيعه اكيد، حتى لو مش في المكان ده بس ربنا يبعدك في مكان تاني. فده هدفي ان انا بشتغل، بس وقت ما النادي الاهلي يرجع يقول لي، يعني انا كان هدفي في السنه ان انا اطلع اعاره سنتين دول، ان انا ارجع النادي الاهلي، فانا رجعت الحمد لله النادي الاهلي. فانا عمري يعني انا ككريم عمري ما طلبت النادي الاهلي ان انا اطلع او ان انا امشي، دي ما بتطلعش وما حصلتش مني، فانا موجود في النادي، يعني انا بحاول لحد اخر الموسم مثلا لما احس خلاص ان انا فرصتي صعب، اكيد هبقى قاعد مع الراجل واكيد بيكلمني واكيد بيقول لي، لو انا حسيت ان انا بقيت خلاص، هو الراجل بيقول والنادي بيشوف برضه، يعني النادي برضه بيفكر في مصلحه الفرقه. فبتبقى الامور كلها بتبقى على الترابيزه، بنقعد كلنا وبنتكلم ونشوف ايه الاصلح للكل. انت عايز تقول ان انت الجلسه والقعده دي عمرك ما هتعملها غير في نهايه الموسم، اما تشوف الاتجاه ايه او تحس ان انت الدنيا بالنسبه لك ايه؟ طبيعي ان انا لما قعدت الموسم كله يا كابتن ما بلعبش، فخلاص مش يعني اكيد الفرصه بقت صعبه او ان انا مش موجود، فخلاص انا حاولت وعملت اللي عليا في السنه طول الموسم، بس انت ما خدتش فرصتها، فخلاص اكيد مش هقعد تاني سنه ثانيه وسنه ثالثه ان انا ما بلعبش اكيد يعني. حلم المنتخب الوطني؟ طبعا يعني اي لعيب بيلعب في يعني بالذات في الانديه الكبيره بيبقى حلم المنتخب، يعني ان هو يبقى موجود في المنتخب تبقى شرف كبير ليه ان هو بيمثل المنتخب، يعني تبقى حاجه مختلفه وانت بتمثل بلدك.
تبقى ليها دافع تانية وشعور تاني وقيمة تانية ووضع تاني مختلف خالص حتى عند الناس، حتى لو بتلعب في نادي جديد، بس ده بتبقى شيء مهم بالنسبة لك. فدي طبعا هدف، هدف لكل واحد. فالواحد بيتعايل على طول دايما هدف قدامه وهو شغال على طول، ما يعني ما بيقدرش يبخل عنه يعني. نتمنى التوفيق ان شاء الله، بس اهم حاجه المنتخب في البطوله الجايه دي ويفرحونا باذن الله. هل شرط الكابتن ان انت تحمل شارة كابتن النادي الاهلي حلم بالنسبه لك؟ ولا انت ترتيبك قريب في الناس اللي موجوده؟ انا ترتيبي قريب، انا خامس كابتن فرقه دلوقتي. طبعا حلم ان الواحد شرف كبير لي قوي يبقى كابتن النادي الاهلي. تبقى عليه حمل كبير طبعا، لكن يعني بتبقى بتديك يعني حاجه كبيره قوي بالنسبه لك ان انت تبقى كابتن الفرقه، كابتن النادي. بيبقى عليك ادوار مختلفه خالص عن الكوره بس او الملعب بس، لكن يعني ده دور كابتن الفرقه. فيعني طبعا شرف ليا كنت موجود في حته زي كده. وانت واحد من الناس اللي يعني عندك مرونه في اللعب، ممكن تلعب في اكتر من مكان، واحيانا اكتر يعني اي مدير فني ممكن يوظفك في مكان ويفكر لك في فكره تانية، وكولر يحب الجوكر اللي بيلعب في اي مكان. عدلتك اللي انت تحب تاخد الفرصه فيها. هو يعني المكان اللي انا بحبه اللي هو بيبقى في نص الملعب بستة او ثمانية، ده المكان اللي انا مرتاح فيه اكتر في الحاجات اللي انا بشتغل فيها كويس. لكن في اوقات انت بيطلب منك حاجات الفرقه مزنوقه في باك رايت مثلا، بتأدي بتحاول تأدي تعمل عليك فيها. لكن طبعا المكان اللي احسن لي اللي ببقى مرتاح فيه او اعرف اطلع فيه امكانياتي بسهوله وانا مرتاح نص الملعب يعني ستة او ثمانية. نص الملعب. شايف لسه عندك وجهه نظر؟ كان زمان يقول لك ان اقصر طريق للمنتخب الوطني هو الاهلي والزمالك. دلوقتي بنشوف انديه كتيره جدا لعيبتها في المنتخب الوطني. شايف ان ده لسه موجود؟ موجود. لا يعني كابتن موجود اكيد، بيبقى في اولويه طبعا للاهلي والزمالك، لكن الدنيا دلوقتي اختلفت شويه غير الاول. لكن يعني مثلا في سنتين كان بيروح منها لعيبه، بيراميدز دلوقتي بيروح منها لعيبه كتير. يعني في لعيبه بتروح المنتخب، لكن يعني خلينا واقعيين في نقطه برضو، ساعات البطولات ساعات البطولات المجمعه اكيد المدير الفني بيبقى بيميل للعيبة الاهلي او الزمالك او بيراميدز او فيوتشر شويه، ان اللعيبه دي واخده اوريدي على لعب ماتشات افريقيا. فطبيعي بيميل للحته دي شويه، لعيبه عندها خبرات اكتر في افريقيا، عندها ممارسه كتير في افريقيا، فطبيعي بيبقى الاعداد يعني حتى في القايمه احنا بنبص نلاقي الاعداد اكتر من الثلاث انديه اللي هم متواجدين دايما في افريقيا في اخر اربع خمس سنين متواجدين. فده طبيعي يعني، طبيعي ان الاهلي والزمالك وبيراميدز ليهم اولويه شويه. وجودك في كاس العالم للانديه رغم انك ما كنتش مقيد، ده قرارك ولا قرار كولر؟ مستر كولر يعني بلغنا بالقرار قبل اعلان القائمه ان احنا مش هنبقى موجودين، لكن هنبقى متواجدين مع الفرقه. فطبيعي ان احنا نبقى متواجدين، بالذات ان احنا كنا عندنا بعض يعني لو قدر الله كان حصل معاك ماتش الاتحاد، احنا كنا عندنا ماتش في الجزائر في افريقيا، فكنا هنطلع على الجزائر بعد كده نطلع على السوبر. فكانش طبيعي ان هو يسيب اللعيبه الفتره دي كلها بره، وما كانش طبيعي ان احنا نوافق او نرفض. يعني احنا طبيعي ان ما بقاش ليك راي في الحته دي، ان انت بتبقى خلاص انت موجود في الفرقه، فالطلب منك انت تبقى موجود، حتى متفاهم ان انت تبقى متضايق او مخنوق ان انت بره القائمه، لكن وجودك برضه مع الفرقه بتساعد الفرقه، بتساعد الفرقه في التمرين، بتساعد الفرقه في الماتش نفسه، وبتتكلم على اللعيبه. فكان لا يعني ما كنا موافقين، اللعيبه كلها كانت موافقه ان احنا نبقى موجودين، وكله كان مرحب يعني. حتى عبد القادر كان متضايق ان هو اتصاب، كريس نفس الكلام ان هو كانوا موجودين معانا وبعد كده ما سافروش عشان خاطر الاصابه. لكن احنا يعني الكلمه اللي دايما بتتقال في النادي ان احنا فرقه واحده كلنا مع بعض، سواء بره او جوه احنا كلنا فرقه واحده، كلنا بنكسب وكلنا بنكسب مع بعض. فكلنا في اي وقت الفرقه محتاجه اي لعيب فكلنا موجودين، يعني كله كان مرحب. مين من وجهه نظرك السته اللي انت اداؤه عجبك جدا حتى لو مش في الاهلي؟ سته في مهند ناشي بصوره كويسه، مهند ناشي في مروان طبعا ماشي بصوره كويسه، يعني دول الاثنين اللي هم ماشيين بصوره كويسه بقى لهم فتره كبيره، يعني مستمرين بنفس الاداء بنفس يعني مثلا انا مهند لعبت معاه موسم كامل ومتابعين مع بيرنز، هو نفس الاداء، محافظ على نفسه، محافظ على ادائه، يعني مستوى ثابت معظم الماتشات. فمن اللعيبه المميزه في الحته دي مهند. كريم اتمنى لك يا رب كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، ترجع للاهلي في مكانك الطبيعي وترجع اساسي وتروح المنتخب وتكسر الدنيا، يبقى موسم رائع ليك يا رب. يا كابتن حبيبي يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا. كريم نيدفيد نجم النادي الاهلي. طيب
انا حكيت لحضراتكم النهارده عن بعض لقطات المنتخب الوطني. الدور دلوقتي كل واحد في المنتخب الوطني ليه دور، في ادوار معلنه لكهرباء لامام يعني يجيدوا حته يلا وكلنا واحد وبتاع وشغالين بيها كويس، وفي دور واضح جدا لمحمد صلاح ككابتن فريق. والنهارده الحقيقه كنت يعني جمعني حديث النهارده بالسيد رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كنت بتكلم معاهم على يعني المنتخب واقفين بندردش كده بره الملعب، وقالوا لي جمله مهمه جدا. جه الحديث على محمد صلاح فقال لك محمد صلاح، فحد يعني قال لك محمد صلاح هل محمد صلاح طلباته كتيره وهو موجود في المنتخب؟ فكان الرد واضح جدا، قال لك محمد صلاح طلباته كتيرة أو قليلة، محمد صلاح عمره ما طلب طلب يخصه. فوقفت عند الحتة دي، يعني قال لك يعني محمد صلاح عمره ما طلب طلب يخصه، يعني عمره ما قال مثلا إيه أنا متأخر لي كذا، أنا وأنا جاي مثلا عايز كذا، طلباتي كذا، أنا محتاج كذا، لا. بيقول لك صلاح من ساعة ما انضم للمنتخب الوطني ومن ساعة ما ابتدى بقى هو كابتن الفريق ملوش طلبات مع المنتخب الوطني، كل طلباته هو طلبات اللعيبه. اللعيبه عندها مشاكل، اللعيبه عندها ازمات ماديه، عايزين نحل مشكله ده عنده مشكله دراسيه، ده عنده مشكله قصه، ده موضوع، ده الحكايه، ده الروايه، هو ده القصه. هو ده القصه. فمحمد صلاح واحد من اللعيبه اللي عمره ما طلب لنفسه. عمره ما طلب لنفسه. عجبني جدا النهارده قابلت ياسر ابراهيم وقعدت اضحك انا وهو على، قلت له يعني مبروك وكده، وقال لي جمله مهمه جدا، قال لي يا كابتن ان اللقطه اللي انا عشتها دي من اصعب ومن اكبر الدروس المستفاده في حياتي. قلت له ليه؟ قال لي اكتر مره في حياتي اتضايقت بعدم انضمامي للمنتخب، اكتر مره الناس نادوا عليا وقالوا ان انا اتظلمت، اكتر مرة اتجهت فيها لربنا ودعيت وقلت الحمد لله اكيد ربنا شايل لي خير، وطلعت معاك في البرنامج وقلت ان يعني ده خير وبتمنى التوفيق للناس وما عنديش اي مشكلة، وكنت مركز ان انا ما اروحش في اي سكة غير الدعم لمنتخبنا الوطني والتوفيق للمدير الفني. نمت وصحيت لقيت نفسي في المنتخب زي ما اكون بحلم. لو حد قال لي ان انت هتبقى في المنتخب وده حلم انا ما كنتش هصدق قبل ما الناس ترجع، ولكن الحلم في ثانيه في ثانيه اتحقق على طول. سبحان الله، دروس كلها دروس مستفاده. طيب ناخد ناقدنا الرياضي محمد عراقي وصفقه الاهلي الجديده اسامه ابو علي. عراقي مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام يا كابتن الحمد لله. الصفقه الجديده للاهلي ازاي؟ امتى؟ بكام؟ خلاص، ما هو الاهلي خلاص اصبح مضطر ان هو يتعاقد مع لعيب فلسطيني، كلنا عارفين ان قصه التعاقد مع مهاجم اجنبي فوق السن اتقفلت بعد قرار استمرار مودست من جانب كولر. الاهلي اتجه بعد كده، وقلنا قبل كده ان هو في كلام على مهاجمين محليين منهم اوفا، ولكن الاهلي طبعا اصطدم بطلبات نادي انبي المبالغ فيها جدا، او مش مبالغ فيها، هو طبعا من وجهه نظر مسؤولين نادي انبي دي طلبات عاديه، ولكن الاهلي ارتقى يعني ان الطلبات دي كبيره جدا ومش هيقدر يدفعها. ليه كام؟ النادي قلنا مع حضرتك في الحلقه الاخيره كان 3 مليون يورو، 3 مليون دولار، يعني كان استاذ ايمن الشريعي طلب 3 مليون دولار في اوفا، بخلاف كمان بس انا وكيل اعماله بعت لي على الهوا على الهوا، قال لي احنا طلبنا 3 ولا 2 والارقام دي مخليه الناس خايفه ومحدش جاب عرض رسمي. والله بص يا كابتن سيف، يعني ايا كان الرقم بالتحديد هو كده او لا، انبي كده كده يعني طالب النادي الاهلي بارقام في صفقه حمدي فتحي وبارقام في صفقه صلاح محسن بخلاف صفقه اوفا نفسها وقيمه شرائه، فبالتالي الاهلي لقى ان هو عشان يشتري اوفا محتاج ان هو يدفع رقم كبير جدا جدا، وكان هو اللعيب المحلي تقريبا الوحيد اللي مطروح بجانب طبعا مروان حمدي من بعيد كده، فبالتالي الاهلي فكر بقى في فكر خارج الصندوق شويه،
ان احنا ممكن نتعاقد مع مهاجم فلسطيني، طبعا مستغل اللائحه اللي بتعتبر اللاعب الفلسطيني لاعب مصري. جه بقى ساعتها دور كابتن هاني رمزي مدير اداره السكاوتنج داخل النادي الاهلي، واللي قال لهم انا جاهز وعندي اثنين لعيبه فلسطينيين ممكن تبتدوا تفكروا فيهم، كان ضمنهم وسام ابو علي اللي استقر مستر كولر على التعاقد معاه في نهايه الامر بعد ما شاف له اكثر من 15 مباراه، مش بس في السنه الاخيره، يمكن هو في السنه الاخيره يمكن لعب 16 مباراه سجل فيهم 10 اهداف تقريبا، ال 16 مباراه كلهم شافهم مستر كولر قبل قرار التعاقد معاه. يمكن اللاعب هيوصل القاهره المفروض يوم الاثنين للخضوع للكشف الطبي. قيمه الصفقه يعني هتوصل لحوالي 23 مليون كورونا، دي عملة السويد، يعني حوالي 2 مليون يورو. الفلوس هتدفع المفروض على 3 اقساط، وده سيستم الاهلي بيتبعه بقاله فتره كبيره، ان هو ما بيخليش الفلوس بلقه واحده في الاول، لا بيخلي الفلوس تدفع 6 شهور في 6 شهور في 6 شهور، وده الاهلي عمله فعلا في الصفقه. فلوس الصفقه كلها مش هتروح لنادي السويدي اللي هو نادي سيريوس السويدي بس، في جزء من الصفقه هيروح لنادي الاصلي اللي هو نادي فيدنسيس الدنماركي حوالي 15% من قيمه الصفقه. الصفقه لو تمت بالرقم ده يا كابتن سيف هتبقى اعلى صفقه بيع في تاريخ النادي كله، وبتكسر رقم صفقه الغاني صرفه اللي انتقل لنادي مالمو مقابل 13 مليون كورونا حوالي 1,200,000 يورو. يعني لو سام ابو علي انتقل للنادي الاهلي بالرقم ده هيبقى اعلى قيمه صفقه في تاريخ النادي. طيب امشي بقى معايا واحده واحده بس بسرعه، اجابات بسرعه. عمر كمال عبد الواحد اهلاوي خلاص؟ في الاهلي مقابل ثلاث لعيبه، صلاح محسن، كباكا، ومحمد عبد الله بيدو. الكلام دلوقتي او الاتفاقات دلوقتي في قصه صلاح محسن، ان صلاح محسن كان عايز ياخد السغنه نهائي او ينتقل لنادي فيوتشر النهائي، ولكن الاهلي مصر على اعارته لمده سنتين، ولكن وفقا لتاكيدات مسؤولين النادي الاهلي ان هم خلاص توصلوا لاتفاق مع صلاح محسن، وخلاص عمر كمال كده كده اهلاوي يا كابتن سيف ايا كان الثلاث لعيبه دول او هيتغيروا، بس عمر كمال خلاص اهلاوي في الشتاء. عبد القادر، عبد القادر يعني في كلام كتير اتقال الفتره الاخيره ان هو عنده عرض من الوكره القطري، ولكن يمكن حتى في برنامجك تاكدنا ان يعني الوكره القطري اكد في اكتر من مناسبه ان هم يعني ما عندهمش دلوقتي اهتمامات باحمد عبد القادر، ولكن الاكيد ان احمد عبد القادر عنده اكتر من عرض مصري مهم جدا، منهم عرض نادي سموحه، ونادي سموحه يمكن عبد القادر تالق فيه قبل كده، فبالتالي الرغبه لنادي سموحه بتكون اكبر من اي نادي تاني، ولكن بخلاف نادي سموحه عنده عرضين من انديه مصريه برضو كبيره، ولكن الاقرب لحد دلوقتي برضو رحيل احمد عبد القادر في ظل طبعا عدم اعتماد مستر كولر عليه بشكل كبير. محمود متولي يمكن للاسف حظ وحش، يعني هو للاسف لعيب كبير ولعيب كويس جدا جدا، ولكن الاصابات يعني خليته يتراجع بشكل كبير واخرته بشكل كبير، ويمكن هو برضو خرج من حسابات كولر. الاهلي بيحاول يدخله في اكتر من صفقه، يمكن عرضه مثلا على فيوتشر في صفقه عمر كمال عبد الواحد، ولكن نادي فيوتشر رفض واصر ان هو ياخد لعيب مهاجم، مش تقليلا طبعا من محمود متولي، ولكن هم كانوا حابين ان هم ياخدوا لاعب مهاجم، ولكن معنى ان الاهلي بيعرضوا على الانديه او ان هو بيحاول يدخله في صفقات تبادليه ان هو خارج حسابات الاهلي تماما. تمام. اخيرا الشناوي، الموضوع اتقفل ولا هناك عروض خارجيه؟ بص يا كابتن، انا عند رايي ويمكن مش رايي بقى وعند معلوماتي اللي قلت لك قبل كده في اكتر من مره، يعني على مدار سنتين اهو احنا بنتكلم، اي عرض هيجي للشناوي مرفوض الا في الوقت اللي مكان الاهلي اداله وعد بالرحيل بعد ما فاز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا اللي قبل الاخيره، وساعتها كان علي لطفي هيستمر، معنى ان الاهلي ادى يعني مهله لمحمد شناوي هتعرض ويمشي، وهو ده الوقت بس الوحيد اللي ممكن تمشي فيه، ساعتها الشناوي ما جابش العرض ده، وبالتالي علي لطفي انتقل لزد، بعد كده خلاص قصه انتقال محمد شناوي او خروج محمد شناوي برضا الاهلي هتكون صعبه جدا جدا، لان الاهلي شايف ان طبعا استمرار محمد شناوي زي ما انت دايما بتقول محمد شناوي في حته ثانيه خالص، فكره ان انت تعوض محمد شناوي باي حارس دلوقتي في مصر هيكون امر صعب جدا جدا، الاهلي شايف ان هو عنده حراس واعدين وحراس كويسين جدا، مصطفى شوبير، مخلوف، حمزه علاء، ولكن هو برضه شايف ان وجود حارس الافضل في افريقيا دلوقتي يمثل اضافه كبيره جدا للفريق، اي عرض مرفوض للشناوي الا لو الشناوي بقى عنده وجهه نظر اخرى، وانا اعتقد انه لا، ما دام الاهلي محتاج الشناوي، الشناوي عمره ما يتاخر عن النادي الاهلي. بشكرك علاء، شكرا جزيلا. بس حاجه على علي معلول، الاهلي ابتدى يعني يجدد، يمكن كان الكلام على علي معلول ما فيش كلام على قصه تجديده، ولكن دلوقتي في كلام كبير جدا على تجديد علي معلول، كان في خلاف ان علي معلول عايز يجدد سنتين والاهلي عايز يجدد له سنه واحده، ولكن في تقارب كبير في وجهات النظر، في لاعب هشام بكار لاعب الاتحاد المنستيري معروض على النادي الاهلي، لاعب عنده 22 سنه، ولكن لحد اللحظه ديت الاقرب هو تجديد علي معلول. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتألق محمد عراقي ناقدنا الرياضي. ده ما يخص النادي الأهلي. ما يخص الزمالك، جمهور الزمالك عايز إجابة.
انا شرحت وجهة نظري وقلت لحضراتكم وجهة نظري. جمهور الزمالك عايز يعرف هو الصح معتمد جمال يكمل ولا مدير فني اجنبي، هو الصح ان زيزو يجدد وياخد ارقام كبيرة ولا يتباع والفلوس تفك نادي الزمالك، هو الصح ان الزمالك يفك القيد ولا يدفع الفلوس للاعبين، هو الصح ان نادي الزمالك يجيب لعيبة من الدوري الدرجة الثانية ولا هو محتاج افارقة جامدين، هو الصح ان الزمالك يعمل فئة اولى فئة ثانية فئة ثالثة ولا كل لاعب برقم وكل حالة بحالتها. ايه الصح من ايه الغلط في نادي الزمالك الان؟ اكتر واحد ممكن يجاوب عاش اللقطات دي لاعب واداري، وهو الحقيقة قامة كبيرة جدا، بتشرف ان انا دايما يكون موجود معايا اسمع وجهة نظره، الفيلسوف كابتن ايمن يونس كابتن مصر. كابتن ايمن مساء الخير. كابتن ايمن مساء الخير. كابتن سيف وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ لا ده انت وحشني وواخد انذار اصفر وعليك غرامه، ويعني انا مش قادر اقول لك انا عامل فيك ايه. كل سنه وحضرتك طيب وبصحه دايما يا رب كده. سنه خير عليك وعلى اسرتك وعلى برنامجك وعلى مشاهدينك وعلى بلدنا، ويا رب سنه بقى يا رب. نفس احسن بكتير في كل حاجه يا رب. دايما بحب اسمع حضرتك والجمهور دايما يحب يسمع وجهه نظر حضرتك، خصوصا حضرتك واحد من القامات الكبيره اداريا اللي خدت التجارب قبل كده داخل نادي الزمالك. الزمالك الآن يا كابتن في احتياج لمدير فني أجنبي ولا معتمد يكمل؟ زيزو يكمل ولا الزمالك يستفاد بفلوسه؟ القيد يتفتح ولا اتفضل؟ أولا أي حاجة أنت قرار بتعمله لازم قرار بتكون بتبني له، ودي حاجة مش موجودة في حساباتنا. يعني إيه بتبني له؟ يعني أنت بتحضر، لو كنت عايز تحضر لمعتمد كنت بتحضر معتمد بشكل كويس قوي وبتجهزه بشكل كويس وبتجهزه من الناحية الإعلامية ومن الناحية النفسية ومن الناحية كل ده، وبعد كده بتقول أنا هحتفظ بيه. بعد ما الراجل اتحط رجعت بعد كده بصراحة الأجواء العامة راحت لمدير فني أجنبي، يعني ده ما كانش مجهز. فخلاص نادي الزمالك أصبح مجهز لمدير فني أجنبي، خلاص الموضوع بقى واضح. لان معتمد اتخذت منه فكره ان هو يكمل، اتخذت منه هو شخصيا، يعني هو نفسه ما بقاش مقتنع ان هو يكمل، لان الموقف الاخير اظهر معتمد بالشكل ده. خلاص الزمالك رايح لمدير فني اجنبي ودي حاجه مقبوله، لكن هو اللي مطلوب يتفهم الحسبه الماليه لكل اللي بيحصل هتتعمل ازاي؟ هو ده الصراع، هو دي مناطق المشاكل، هتعمل ازاي الحسبه الماليه؟ مدير فني اجنبي، تعديلات كتيره في اللعيبه وفي اللعيبه اللي انت عايز تستخدمهم، اللعيبه الافارقه اللي بيتكلموا عليهم، بصراحه الله يكون في عون مجلس اداره الزمالك مطالب يحل مشاكل كتيره قوي في مده قصيره. كابتن ايمن، الملف الشائك دلوقتي، حضرتك لو صاحب قرار داخل نادي الزمالك تجدد لزيزو سنتين ثلاثه ولا تبيعه وتستفاد بالفلوس؟ اجدد لزيزو طبعا، ونادي الزمالك محتاج اربعه زيزو، نادي زي الفرق الكبيره بتحتاج اربعه وخمسه سوبر ستار. لو الزمالك فقد واحد من اهم الاركان هتبقى مشكله كبيره. انا زي مشكله فتوح، انا اول واحد كلمت كابتن حسين لبيب وقلت له عالج المشكله بطريقه غير البتر، ان انت لازم تشوف حلول نحتفظ بيها فتوح، لان برضه نادي الزمالك محتاج يحتفظ بابنائه المميزين. فاعتقد زيزو لا، يعني كلام ما فيهوش نقاش يا كابتن سيف، لازم الزمالك يحتفظ بزيزو بس تماما. بس يا كابتن حضرتك هنا بتتكلم في 8 9 مليون دولار، يعني حضرتك بتتكلم في 300 400 مليون جنيه ياخدوا الزمالك في حته ثانيه، وبتكلم لعيب السنه الجايه لو ما مضاش بالارقام اللي هو عايزها. أيوة ياخد اصبح اتفضل يا كابتن. لا ياخدوا الزمالك في حته ثانيه، بس هياخدوا الزمالك في حته مش كويسه. هو الموضوع مش مالي بس، لان مين اللعيبه اللي في مصر اللي يقدر الزمالك يشتريهم يعوضوا زيزو؟ مفيش. زيزو احسن لعيب في مصر بقاله سنتين ثلاثه بلا منازع. يعني حضرتك عايز تقول ان ال 500 او 400 مليون جنيه زيزو احسن منهم؟ يعني بكتير بكتير بكتير، مش هيعوض. انت بتتكلم على نادي الزمالك جماهيريه وتاريخ، واحنا لازم نقول له كل سنه وانت طيب على ال 113 سنه، لازم نقول نادي الزمالك دايما بخير ودايما يا رب يعني ينور طريق المجلس الاداره ونستعيد شخصيه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تزداد. وبصراحه التاريخ كبير قوي، نتكلم نادي الزمالك محتاج حلقات على 113 سنه. صح.
لكن خلينا نتفق في الاخر ان نادي الزمالك من غير سوبر ستارز ما يبقاش نادي الزمالك. ده احنا اتربينا انت في كل جيل من الاجيال كنت لازم تلاقي 2-3 بيلمعوا يا كابتن سيد. طيب لو يا كابتن ايمن النهارده الناس برضو اللي قاعده حسبتها، انا النهارده مضيت صبحي مضيت فتوح النهارده ب 20-25، زيزو النهارده جاي له رقم كبير عشان النهارده خليه يقعد همضيه ب 30-40، يجي ده يجدد همضيه ب 30 برضو، انا هدفع الفلوس دي منين؟ اولا مش عايزين نضغط على ان مجلس الاداره عارف المشاكل وعارف الضغوط وعارف ان دي حاجات ما ينفعش انه يتصرف فيها بشكل خاطئ. يعني هو داخل وعارف مشاكل نادي الزمالك، عمليه التطوير، عمليه الحسبه الماليه، عمليه الاستثمار، الناس اللي موجوده خلينا نتفق ناس محترمه وناس مميزه ان هي تقدر تلاقي حلول. انا مش معاهم لكن احنا دايما في ظهرهم. انت حضرتك عايز تقول انتوا دخلتوا وانتوا عارفين انتوا جايين على فين، وانتوا ملوك اللعبه الماليه، فدورنا وزيزو مش في الحسبه دي. مش في الحسبه دي خالص. مش هتحل مشاكلك على حساب زيزو. انا مش هحل مشاكلي واقعد 3-4 سنين ما بلعبش ما بنافسش على دوري. انا حتى ما بقولش بكسب دوري، بقول نادي الزمالك نادي منافس على بطوله الدوري والكاس وافريقيا واي مسابقه بيخش فيها. لو انت فقدت واحد زي زيزو واحد زي فتوح نادي الزمالك مش هينافس. طب اسال، مش هتلاقي البديل اللي يقدر يديلك نفس المردود الفني. اسال حضرتك سؤال ثاني يا كابتن عبد الله السعيد، رمضان صبحي هل ممكن يكونوا بدائل؟ معقول قاعدين السيديهيه دي بقالنا 7 سنين يا كابتن سيب بنسمعها؟ كل اول مرحله انتقال عبد الله السعيد هيعوض كله ويرجع الزمالك. رمضان صبحي زملكاوي وقرر يروح الزمالك، وده علشان يغيظ ده وده عشان يغيظ ده كلها ترويج للفتن، كله كلام هوا. محدش عايز يغيظ حد يا كابتن. انت حضرتك دلوقتي بتعمل، لا يعني انا اقصد صناع الفتن. صناع الفتن في مصر هم اللي بيروجوا السعيد. لا هو كابتن المشهد مش كده، هو المشهد ان انت النهارده بتفكر في عمليات احلال وتبديل وتوافيق. يعني بتقول النهارده هطلع كذا هجيب، ما هو السوق مفهوش زي ما حضرتك قلت، فانا عشان اجيب ده المتاح هل ده حضرتك يعوض ده؟ البدايل انا اعتقد هم عايشين في حاله استقرار مالي جوه بيراميد. وده لازم يكون واضح، هم الناس عندهم استقرار مالي متكامل. عبد الله السعيد جزء من شخصيه بيراميد. وعبد الله السعيد بينهي حياته، اعتقد هيرد الجميل لبيراميدز ان هو ينهي حياته السنه اللي فاضله او السنتين بشكل لائق. وهو راجل نجم سوبر ستار، حاجه ملفته قوي ان احنا نتفرج على عبد الله السعيد. طول عمره بيأدي اداء راقي جدا ومميز. رمضان صبحي تحدياته في بيراميدز ما كملهاش، لان رمضان صبحي لما يروح المفروض رمضان صبحي في الفرقه دي يقدر يدي اضافه ان هو يقدروا يكسبوا بطوله. تحديات رمضان صبحي ما خلصتش في بيراميدز. اللي كان عايز ينتقل للزمالك هيتنازل ماليا لكن مش هيتعامل زي ما بيتعامل في بيراميدز. هل رمضان صبحي، ما هو انت لو تفتكر عمليه انتقاله من الاهلي لبيراميدز مفهوم الناحيه الماليه طغت على فكره في الوقت ده، بس هل من وجهه نظر حضرتك فنيا الصفقات دي زي زيزو، ولا زيزو ملوش بديل في مصر من وجهه نظر؟ لا 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 مفيش زيزو ملوش بديل. زيزو النجم الوحيد اللي بيأدي بشكل مميز مختلف بشخصيه. اعتقد زيزو مفيش لاعب زيه. بالاضافه لحاجه واحنا اتكلمنا فيها دايما في الاستوديوهات، زيزو اللعيب الوحيد اللي بيديلك كل الماتشات بنفس النسب وبنفس الدرجات. لعيبه كره في مصر كلهم بيديلك ماتش 7-8 وينزل لك 5-6، زيزو اللعيب الوحيد اللي بيديلك 8-9 كل ماتش. طيب حضرتك حطيت عنوان مهم دلوقتي لمجلس اداره الزمالك، قلت لهم ان انتوا كلكم في ظهرهم، وقلت لهم الحل مش على حساب زيزو، صح كده؟ والحل مش على حساب فتوح، صح كده؟ والحل مش على حساب صبحي، انا كده ماشي صح؟ الحل مش على حساب شيكابالا. كمان والحل مش على حساب مين تاني؟ لا في والونش، ما انت الثوابت بتاعتك والونش دول عناصر، 5 عناصر قد تكون هي الاهم في الفريق، ولازم نحترم قوي بعض اللعيبه المحترفين زي المسلوسي والاداء اللي بيعمله. بحترم قوي كمان التطور اللي حصل لعمر جابر. كل لعيب بيجتهد ولعيب بيأدي بشكل غير عادي. منطقه نص الملعب منطقه مشاكل نادي الزمالك. بحترم قوي كمان اوباما وان هو بيستعيد كتير من بريقه في الفريق. كل دي عناصر مهمه قوي.
دول ثوابت الفرقة اللي انت بتبني عليها الفريق. صح. انت دلوقتي حضرتك اديت تصريح ناري دلوقتي، يعني حضرتك قلت احنا في ظهركم، انتوا دخلتوا عارفين مشاكل الزمالك، احنا في ظهركم بنساعدكم بنساندكم، ولكن الفريق خط احمر مش على حساب الفريق ولا حساب البطولات. يا سلام. طبعا. تمام. وكمان المهم قوي، الناس ضغط قوي على مجلس إدارة الزمالك، لازم نقول حق ربنا. عايزين وعايزين كل الحلول تتحل. بالراحة نديهم نفس، في حاجات أولويات، قد تكون الأولويات فتح القيد. بس أنت هتفتح القيد، هل في لعيبة أنت هتلاقيها كنادي الزمالك مميزة؟ كل الأسماء اللي بتتقال عفوا مش هتدي أي إضافة، ما شفتش اسم مميز. أنت هتفتح القيد ومفيش ولا لعيب مميز، هو إحنا هنرجع ومش حابب قوي الفكره اللي الناس بتروج ليها ان الزمالك هيتعاقد مع 5 و6 و7 لعيبه. انا عايز لعيب مؤثر، مش عايز 5 6 7 لعيبه مش مؤثرين. النغمه دي اتغيرت خلاص. كل انت برضه يا كابتن ايمن عالمي، عشان كده بحب اسمعك، انت عايز تقول انا بعت فك القيد من قفل القيد ما تعنينيش، انا يعنيني ماذا بعد؟ هتفتح ماذا بعد؟ القيد هتجيب ايه؟ لكن مش هفرح انك فتحته او ما فتحتوش، انا هفرح بالخطوه التاليه. انا يعني شايف ان هو ده الحقيقه. مليون في المية. هل انت اللعيبه كمان عمليه استعراض ان في الزمالك بيستغنى، او فتنه ان اللعيبه اللي بيستغنى عليها نادي الزمالك 7 أو 8 لعيبه، فكره غير مقبوله غير مطروحه. صح. انت مش هتقدر تشيل 7 8 لعيبه مره واحده. صح. وتقول انا هجيب بدايل عنهم، انت ما تمتلكش رفاهيه المال اللي انت تقدر تعمل كده دلوقتي. صح. انت كل اللي بتعمله بتعمل سلمه ثبات، عايز تقف على حاجه ثابته. صح. ان هو ما عليكش ديون، ان هو انت القيد بتاعك مفتوح. ما بعد كده نقدر نفكر فيه بقى مع بعض، مين اللي يقدر يخش نادي الزمالك، مين اللي يجي في نادي الزمالك. صح. اتنين، انت عندك مرتبات لعيبه كتير قوي ما اتدفعتش، ونادي الزمالك لازم يكون دافع كل المرتبات اللعيبه. صح. كلام يا كابتن بصراحه 10 على 10. بشكرك كابتن ايمن، وبتشرف بوجود حضرتك دايما، وكل سنه طيب. سنه سعيده على حضرتك دايما يا رب، ومكسر الدنيا ومتالق. أمر. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. كابتن أمن ننسى واحد من الناس الحقيقة اللي أنا بعتز بيها وبحبها جدا جدا جدا، ووجهة نظر دائما عقلانية. محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ونجم من نجوم الدوري الممتاز بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. محمد بسام واحد من اقوى حراس المرمى الموجودين في الدوري الممتاز، حارس مرمى سيراميكا. شرفتني منورني. ربنا يخليك يا كابتن، شرف ليا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله زي الفل. انتوا بقيتوا فرقه جامده ما شاء الله. الحمد لله. فرقه جامده ومنظومه جامده وسيستم، وترى ابو العين عامل شغل عالي بصراحه. بصراحه زي ما انت بتقول يا كابتن، يمكن الفرقه السنه دي شكلنا مختلف خالص، يعني فعلا ما حدش دخيل على الفرقه باي حاجه، من اول الاداره الحاج محمد، مستر طارق، مستر معتز، الناس كلها موفره كل حاجه. اللعيبه الموجوده لعيبه محترمه جدا، خبرات كبيره جدا، يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نواصل الاداء الكويس بالنتائج الكويسه اللي تليق بينا وتخلينا في حته كويسه جدا في الجدول، يعني ان شاء الله الفتره الجايه. عامل موسم كويس السنه دي الحمد لله. كنت تتوقع ان المنتخب يعني طبعا اتوقع، كنت اتوقع جدا، لكن في الاول وفي الاخر هي وجهه نظر تحترم. صح. وكلنا طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب في الاول وفي الاخر، يعني انا دلوقتي مشجع لمنتخب مصر، اتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع بالبطوله ان شاء الله بسم. لكن في نفس الوقت كان عندي احساس كبير ان انا كنت هبقى موجود المعسكر ده، خاصه الواحد الحمد لله بيأدي بشكل كويس جدا، يعني اداء بقى له فتره ثابت الحمد لله، لكن الحمد لله يعني ما ليش نصيب، وان شاء الله هشتغل اكتر واتعب اكتر الفتره الجايه على امل ان ابقى موجود باذن الله. بتشوف نفسك واحد من 3 من 4، ولا بتشوف ان انت لا انا قادر انافس وابقى موجود حارس مرمى منتخب مصر؟
ده طموح بالنسبه لي طبعا يا كابتن، ان انا ابقى حارس مرمى منتخب مصر الاول، ده طموح وشرف لاي حد. لكن زي ما حضرتك بتقول يمكن هي خطوه خطوه، ابقى موجود الاول في منتخب مصر بصفه مستمره، وبعد كده ربنا يكرم ان شاء الله، واتعب ان انا احاول ابقى موجود رقم. شوف المسافه بينك وبين محمد الشناوي بعيده ولا قريبه؟ يعني طبعا الشناوي فارق بحاجات كتير، يمكن اولها انه ده رد كبير قوي. يعني ما هقول لك الحقيقه يا كابتن، يمكن هو فارق، بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب على كذا بطوله، دايما مطالب بالمكسب، اداء ثابت بقاله فتره، كل دي عوامل بتخليه فارق شويه عن الناس اللي موجوده، لان ثبات المستوى وانك تحافظ على مستواك لفتره طويله ودايما بتنافس على البطولات، ده بيديك، بيحطك دايما تحت ضغط، وبيحطك دايما ان انت يعني لازم تبقى موجود بصوره مستمره. ما بتحلمش انك في يوم من الايام تروح في الحته الثانيه معاه؟ اكيد طبعا. ايه رايك في الحته الثانيه عامله؟ ايوه. اتمنى طبعا يا كابتن. عامله شغل، قابلت عواد مره في حفله يعني. قال لك يا كابتن انا مش هروح الحته الثانيه دي. قلت له يعني بايديك روح واحنا نوديك. لا هي دي حقيقه يا كابتن بصراحه، يعني ما خلينا نتكلم بصراحه، الراجل محافظ على مستواه بصفه مستمره. بيبقى فيه شويه دروبات بس ده طبيعي. ما عدا محمد الشناوي كله قريب من بعضه؟ كله قريب من بعضه جدا. كله قريب من جدا. يعني طموحك وشخصيتك فرقت ايه السنه دي وانت في سيراميكا معاك مدير فني كبير، منظومه كبيره، لعيبه على مستوى عالي، هل ده يخليكوا تطمعوا في البطولات، يخليكوا عندكوا طموح مربع ذهبي؟ ايه القصه؟ اكيد يا كابتن، يعني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي يمكن احنا فرقه متكونه بشكل كويس جدا، معانا مدرب على اعلى مستوى، جهاز فني كله بصراحه يعني جهاز فني محترم، قادرين ان احنا ان شاء الله نوصل لحته ثانيه، وده طموح بالنسبه لنا ان احنا نوصل لحته بعيده في الدوري. يعني احنا جربنا ان احنا نلعب بطوله سوبر السنه دي، فده احساس كويس جدا، احساس بيديك خبرات كبيره، انت عايز تحسه ثاني، عندك بطوله رابطه ربنا يكرمك فيها، بتحاول ان انت على قد ما تقدر، احنا ابطال الرابطه السنه اللي فاتت ناخدها، بتاهلك لبطوله سوبر، بطولات انت كل ما بتلعب بطولات كل ما بتزداد خبره. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه السنه دي كويسه تليق باسم النادي واسم الجهاز واسم اللعيبه المحترمه الموجوده يعني كلها. تبعته في ماتش الاهلي اللي فات في السوبر؟ طبعا اكيد تمام، يعني احنا مش رايحين نلعب ماتش السوبر هنلعب نادي الاهلي، نادي كبير دايما بينافس على كل البطولات، لكن احنا كان عندنا طموح ان احنا امتى قلت نكسب وامتى قلت مش يومنا؟ هو انا لحد قبل ما يجي فينا الجون كان عندي احساس ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. لكن يعني يمكن في اول الماتش كان الاهلي عايز يخلص الماتش بدري، كان جاي طبعا من السعوديه، كان بالنسبه له ان هو يخلص اول ربع ساعه وثلث ساعه كان الموضوع بالنسبه له هيبقى اريح بكتير، لكن الموضوع لما طول حسينا شويه ان احنا نقدر ان احنا نكسب الماتش، خاصه الارهاق واللعيبه. لو وصلتوا ضربات جزاء لصالح مين فيكم؟ يعني كان عندي احساس كبير قوي ان انا هصد ان احنا نكسب، يعني هصد. انت شايف ان انت كنت في الحته دي تقدر تصنع الفارق؟ يعني انا كان عندي احساس كبير جدا، خاصه يعني انا كان عندي قبل كده مع النادي الاهلي تجربه ان احنا كسبناهم مع الجيش سوبر، والحمد لله كان صديت 3 ضربات جزاء، فده كان بالنسبه لي حافز كبير، يعني كان عندي ثقه كبيره، انا عندي دافع ان انا اقدر اساعد فرقتي ان احنا نوصل النهائي. لكن حصلش نصيب بقى. حصلش نصيب. اللحظه اللي قدامنا على الشاشه دي بتاعه الهدف، هي لحظه بالنسبه لك؟ انا ما ببص على الشاشه اقعد ابص لك كده، انت رحت وبصيت وجيت و حسيت اني بحلم. تحلم؟ لحظتها، لحظه كره اول ما دخلت حسيت اني بحلم، عمال اقول يا رب اكون بحلم والجون يتلغي او يحصل فيه اي حاجه. لا كان موقف صعب، لان احنا فعلا ما حدش اثر في الماتش، يعني الماتش كله ما كانش حد فينا بخل بنقطه عرق او نقطه تركيز ان احنا نخسر بسيناريو زي ده. كره غريبه جدا يا كابتن، اتعادت 100 مره مش تدخل بالطريقه دي. طب اسالك سؤال غريب شويه، يعني اكيد برضو انت اكيد فكرت فيه، زاويتك لو مقفوله شويه كنت خلصت انت المساله، يعني المفروض ان الضيقه بتاعتك. ما هي الضيقه بتاعتي، بس هي مش جايه ستريت عليا. يعني هي لما اتلعبت، لما امام لعبها بالعرض خبطت في سرد باك في رجب،
لا اشوفها تاني كده معلش. خبطت في رجب كانت رايحه كده، انا همسكها او هطلع برجلي. هي خبطت في رجل رجب. راحت مغيره اتجاهها في العارضه ورده في الملعب تاني. يعني بص حضرتك رجب هتخبط في رجل الاولاني ده. يعني هي خبطت في رجل الاولاني قبل ما تيجي في العارضه. بس انت برضه جرى العرف حتى لو كده انت كده لازم الضيقه بتاعتك. ما هو انا خلاص هلعب بالعرض، انا واخد بالعرض. انت شفت الكوره طلعت من رجلي ورحت. انا رايح بالعرض اهو. انا رايح بالعرض اخد بالكوره، اخد الكوره بالعرض. لكن لما خبطت في رجل رجب دي خلاص انا اوت اوف بوزيشن. ده الاثنين عملوا معاك واجب. يعني مش مساله رجب بس، ده لا يا رجب وجاستس. بس هي يا كابتن حتى لو ما خبطتش برده في جاستس بصراحه هي كانت هتدخل، لان كريم فؤاد وراه. يعني هي مش غلطه جاستس بنسبه كبيره، لان هي كره برده رياكشن صعب جدا. ولو عدت من جاستس كانت هتلاقي كريم فؤاد. يعني هي يعني مش عايز اقول برده ان جاستس سبب في الجول. قال لك ايه بعد الماتش؟ لا يعني ده انهار في الاوضه جاستس، قعد يعيط ويعني الناس كلها وسيته، حتى يعني مستر طارق دخل ووساه وشد يعني منه. مستر طارق ده مستر طارق كان قاعد في المقصوره، كان بيتفرج، لازم ينزل، كان بيتفرج معانا، كان عايز اللي يواسيه. ما هو نزل وساه بصراحه في الاخر لما لقى الولد. لا اسره سيراميكا كانت الماتش بالنسبه لها يعني هو كابتن هي يعني الصدمة. يعني هنكسب هنكسب. هي الصدمه في التوقيت وفي طريقه الهدف. يعني الجون لو جه بطريقه مختلفه او جه بدري شويه كانت الصدمه تبقى اقل من كده شويه، لكن هو توقيته بس ان انت بعد دي اصلا خلاص فاضل ثلاث دقائق وحاله نفسيه. خلاص كنت انتوا بعد الجون خلاص خلاص قلت خلاص ماتش خلص كانه جولدن جول بالظبط. نمت عادي ولا كانت الامور بالنسبه لك؟ نمت ايه؟ يعني نمت الساعه مثلا 7 الصبح ولا حاجه. 7 الصبح بالتفكير؟ لا انت مش بتاع الماتش يخلص تنسى لا يا كابتن صعب قوي. لا ما اقدرش انا بقعد افكر في الماتش وافكر في الكوره، وحتى لو دخل فيها جون ايا كان الجون مني مش مني بقعد افكر فيه، بحاول على الاقل اوجد له مثلا مبرر او حل انه ما يتكررش تاني. الماتش ده دايما بنقول عناوين، فاز من يستحق؟ ماتش الاهلي و انا شايف بصراحه من وجهه نظري انا لا. يعني احنا ضيعنا فرص كتير جدا، يعني كنا قادرين ان احنا نكسب. فاز من يمتلك التوفيق؟ طبعا نسبه كبيره جدا صح. بس دايما التوفيق مروحش غير مع المجتهد. بالظبط صح يا كابتن. يعني في الاول وفي الاخر هي النتيجه مكتوبه عند ربنا. يعني انا بتعب وبجتهد وهو بيتعب وبجتهد، لكن اللي ربنا كاتبه في الاخر هو اللي بيحصل. لكن انا احساسي او كنت شايف في الماتش ان احنا ما حدش قصر، وان احنا كنا قادرين جدا ان احنا نكسب الماتش ده. كنت حاطط عشم كبير على البطوله دي انها توديك المنتخب؟ طبعا. صح. ليها دور انك ما روحتش ولا هي المفروض يبقى ليها دور ان انا اروح؟ يعني انا حضرتك شايف ان انا قصرت في البطوله؟ لا. ماتش الاهلي ماتش بيراميدز الحمد لله الواحد ادى بشكل كويس جدا، شهاده الجميع. الناس كلها كانت بتتكلم بشكل كبير جدا ان البطوله دي. بس انت لو كسبت وخدت البطوله هنا الكلام كان هيبقى مختلف. طبيعي يا كابتن. ما بس انا ما بلعبش اهلي وزمالك او اهلي وبيراميدز عشان اخش كل بطوله انافس عليها ان انا عايز اخدها. انا بروح علشان اثبت ان انا حارس مرمى كويس او لعيب كويس او ايا كان، او وامكانياتي تؤهلني ان انا ابقى موجود. امكانيات سيراميكا اقل من بيراميدز بكتير؟ لا مش لا مش فرق. مش فارقة؟ لا لا. طب ليه قلت انا مش بيراميدز ولا الاهلي والزمالك؟ الاعلام يا كابتن دلوقتي موجه على الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني ليه؟ احنا بنتكلم على سيراميكا 24 ساعة، بنقول سيراميكا فرقة كبيرة بس دايما وعاملة عظمة. ما هو الامور ماشية تمام بالنتائج. بس ده تصريحك انت، اللي قلت انا مش بيراميدز. ايوه ما انا قلت يا كابتن عشان ده اللي بيتقال. يعني ده اللي احنا بنشوفه. سيبك من اللي بيتقال، المهم اللي انت. انت بتقول بالنسبه لي انا بالنسبه لي اهلي زمالك سيراميكا باللعيبه اللي موجوده والجهاز اللي قدامك. الزمالك سيراميكا. بالظبط. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. حضرتك لو من فيتوريا كنت ضميت صبحي؟ لا. محمد الشناوي وابو جبل ومستوى الدين الزمالك احمد الشناوي. عندك بسام وعلي لطفي ومحمود ابو السعود.
جامعاته القصيره بيجيب حارس مرمى جاهز. عشان الراجل له فكر معين انه عايز ياخد واحد كبير مع الشناوي وواحد صغير، فهنستنى الصبح. مش شرط حارس المرمى الثالث الصغير يكون بيلعب اساسي الفريق. دي كانت اراء المختصين، واكيد انت برضو ليك راي في انضمام صبحي. تعال انت على جنب شويه، صبحي ولا عواد؟ الاثنين جوان جامده، بس انا بالنسبه لي عواد. عواد شناوي ولا ابو جبل؟ شناوي مين؟ احمد. لا شناوي احمد يا كابتن موهبه، يعني من احسن المواهب اللي جت في مصر في حراسه المرمى. يعني شناوي لو هنتكلم عن موهبه، لا شناوي اعلى من ناس كتير قوي. احمد شناوي اعلى من ناس كتير قوي، لكن هي الظروف اوقات ما خدمتش. هو الجون فيه مصنوع فيه موهوب. بتصنف يعني نفسك ايه؟ لا الحمد لله موهوب. موهوب. الموهبه وحدها تكفي؟ لا طبعا. لا موهبه، موهبه دي حاجه من عند ربنا، انت لازم تشتغل عليها كويس ولازم تنميها ولازم يعني يبقى تركيزك مليون المية انك الموهبة دي تبقى سبب انك تبقى حاجة كويسة، او يعني الميزة اللي موجودة ربنا اديها لك دي تستغلها ان انت تكسر بيها الدنيا، لكن الموهبة لوحدها لا صعب جدا ما ينفعش. كنت تعمل ايه لو اتحطيت في موقف ميهوب حارس مرمى بيراميدز في لقطة احمد ياسر ريان؟ يعني بعد ما ضاعت؟ انا كنت زجت ساعتها وانا اتعرضت لموقف قبل كده زي ده، حاجه شبيهه بكده؟ لا يا كابتن بصراحه، يعني هو الموقف حصل يعني بيحصل عامه. لا لا مش قصدي لاحمد، هنروح لاحمد دلوقتي، انا قصدي انت كحارس مرمى الاول. لا يا كابتن ما حصلش الحمد لله. يعني ما حصلش خطا كبير زي ده مثلا. انت بتقول ما حصلش الحمد لله، ده يا رب يحصل. مش يعني خطأ. يعني واحده ما هي واحد راح بيها وهي فاضيه حطها لك في العرض او ما هي في الاول، في الاول خطا. أيوة. يعني لكن التانية دي انا هسجد بعديها. انا هشيل الجون ده. كده كده هشيل، انا لو الجون ده دخل حارس المرمى بنسبه انت كبيره. انت خدت بالك، انت خدت بالك ان هي بعد ما ضاعت ميهوب دخل الكادر بعد 10 دقائق؟ ما هو خلاص هو يعني ميهوب. لا ميهوب مش في الكادر، ميهوب قعد خلاص. هي الكوره جون. هو بص بعد الكوره بص لا هو طلع بص جلت ما قامش خلاص. هي جون يعني هو بعد الكورة بعد ما وقع هو خلاص قعد ما قامش. هي جون خلاص يا كابتن. بص هو قعد هي جون، لكن أنا في الأول هي كده دلوقتي أنا هقول أنا هسجد بعد انت الكورة. انت ليك لقطة بعدها بقى قاعد تسخخ انت على الضحك هناك. مش يا كابتن يعني الإحساس في اللحظة دي، يعني كرة زي دي بتحصل، وارد جدا والله، بتحصل كتير في ماتشات، واتفرجنا على لعيبة كبيرة جدا ونجوم ضيعت كورة زي دي. طبعا. هي الكورة دي. أيوة. لكن الاحساس ان انت تبقى موجود في الماتش. انت بتضحك لمين بقى ورا؟ انا مش فاهم، انا ببص مش مصدق ان هي ضاعت. لكن هي النقطه ان هي بتحصل ولاعيبه كبيره. على فكره احمد ياسر وتوريس ضيع كوره زي دي وجون فاضي. احمد لعيب كبير قوي. لا لعيب جامد جدا، لعيب كبير قوي. واللقطه وخطا اللقطه ما يهزش ولا ضيع لا خالص طبعا. الكوره زي دي انا بقول لك يعني الضحك الاستغراب والصدمه. ان انت بتشوف الكوره دي كذا مره جالك في الملعب بعديها. يعني جالي في كورنر، كورنر علينا، فهو المفروض بياخد الاولانيه، فانا عمال اقول له يا ريان خد بالك من الاولانيه، هو يعني لسه ودانه هناك في العرض هناك. فرحت طالع قلت له انسى الكوره خالص وركز في الماتش، وبعد كده ربنا هيكرمك بجون، وبعد كده نفكر بقى هيحصل ايه بعد الماتش. فهو كان يعني لسه شويه كانت واخده منه، لكن زي ما قلت لك هي بتحصل عامه، لكن بتحصل وانت في الملعب دي بقى كنتش متوقعها شويه. هي تحصل بعد مكسب تعدي، تحصل بعد هزيمه تعلق معاك شويه. هتعلق طبعا، بس هو يقدر ان هو يخرج منها. لا احمد لعيب كبير طبعا، كبير جدا طبعا. اتكلمت معاه بعد الماتش ايه بقى؟ حس بايه؟ ايه الموضوع؟ هو كان متضايق جدا طبعا بعد الماتش. يعني كان حاسس شويه ان يعني هو مش قادر يتخيل ان الكره زي دي ضاعت، لكن تاني يوم قدرنا يعني الحمد لله ان الدنيا تبقى احسن شويه، وعادي بتحصل، وارد جدا بتحصل، ولاعيبه كبيره قوي ضيعت كور زي دي. هو بقى يعني ما خلاص ربنا ما فيش توفيق. كابتن ايمن قال له ايه؟ يعني احنا الكابتن ايمن احنا ما اتكلمناش بعد الماتش، على يعني بعد الماتش في الاوضه احنا قعدنا كلنا نتكلم على التيم كله، ما حدش وجه كلام لحد معين.
ان احنا ما حدش قصر، اللعيبه كلها ادت بشكل كبير جدا. البطوله دي بالنسبه لنا يعني هتفرق معانا ان احنا لو خدناها بشكل ايجابي ان احنا هنبقى في حته تانية خالص. يعني كنا طالعين الاستوديو بعديها وكابتن ايمن طالع المؤتمر واحنا طالعين عندنا استوديو بتاع النهائي، يا عيني اكنه كان بيلعب في الملعب بينهج يعني تعبان طلع هو معتز، يعني قصه كانت صعبه جدا. الموضوع كان كنا مضايقين يعني، عشان احنا على الاقل كنا نستحق ان احنا على الاقل ناخد ميداليه يعني بعد الاداء اللي اديناه في الماتشين كنا نستحق ان احنا ناخد ميداليه، يعني محدش قصر خالص. الماتش السنه دي اللي لعبته ويعني وتقول ان انت تتمنى ان يتمحي من ذاكرتك السنه دي؟ لا مفيش يا كابتن الحمد لله. ولا ماتش؟ لا الحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله الماتشات كلها الواحد ادى بشكل كويس جدا. الماتش اللي كان لازم تروح بالثلاث نقاط وكانش فيه توفيق. ما كانش فيه توفيق؟ ماتش الاتحاد اول ماتش. يعني ماتش الاتحاد اول ماتش احنا دخل فينا جون اول تلت ساعه وكنا طول الماتش اون سايد جيم. بس ما كانش برده فيه توفيق، خلص 1-0. ما كانش فيه نصيب. الماتش بقى بالنسبه لي اللي كان مهم جدا انه يخلص مكسب وكلين شيت هو كان ماتش البنك الاهلي، لان ده الكلين شيت ال 100 في تاريخي مدار الدوري. فكان مهم جدا ان احنا جبنا جون. انت لعبت كام ماتش؟ انا لعبت 280 ماتش. كم؟ 280 ماتش. انا 100 كلين شيت يا كابتن وانا بره الاهلي والزمالك، مفيش حد عملها. يعني القايمه اللي موجوده الحمد لله الحمد لله انا الحارس الوحيد اللي في الدوري المصري عمل 100 كلين شيت بره الاهلي والزمالك، ما لعبش اهلي وزمالك خالص على مدار التاريخ. على مدار التاريخ جون جامد وارقامه كمان جامده. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا سريعا. مين مثلك الاعلى في حراسه المرمى في مصر؟ عصام الحضري. عصام الحضري طبعا. ومين افضل موهبه جايه في المستقبل؟ يعني مين مثلا فيتوريا بيقول ان والله صبحي هو من افضل الحراس سن صغير هو اللي جاي، شايف ان في مخزون كبير في الحته دي؟ في يا كابتن، بس زي ما يعني سالتني مين احسن موهبه انت شايفها الفتره، من وجهه نظري انا مصطفى شوبير بصراحه. مصطفى شوبير طبعا جون هيبقى جون جامد جدا، عنده ثقه في نفسه كبيره، موهبه كويسه كمان، يعني قادر يطور من نفسه بشكل كبير في حته ان انت هو بيلعب على الارض مش خايف، بيلد اب بتاعه بالنسبه له حاجه كويسه، فدي بالنسبه له كحارس مرمى بيبدا انه يبقى بيلعب في النادي الاهلي بالثقه دي، اعتقد ان هيبقى في حته ثانيه يعني الحته الثانيه بتاعته. هل ده بتاعتي هل من وجهه نظرك يعني كنت دايما كل الناس تحلم اهلي زمالك زمالك اهلي، وجودك في سيراميكا قفل الحلم ده؟ لا طبعا يا كابتن، يمكن انا مبسوط جدا في نادي سيراميكا، الناس محترمه جدا. طبعا ما قفلش الحلم؟ لا ما قفلش الحلم، يعني لسه بتحلم بأهلي وزمالك؟ طبعا. يعني اي حارس مرمى مش اي لعيب. في حديث اتكلموا معاك؟ لا يا كابتن ما حصلش حاجه دلوقتي خالص. كان في الاول؟ كان في قبل ما اروح سيراميكا، كان الزمالك كان الموضوع بنسبه 90% خلصان، كنت فري وخلاص مضيت لنادي الزمالك وكل حاجه خلصانه، لكن يعني حصل في نادي الجيش قعدوا معايا وكانوا واعديني ان انا اجدد وهتباع، وكان في اتفاق طبعا على نادي الزمالك، لكن جددت في نادي الجيش. سيراميكا حسم الموضوع في اللحظات الاخيره بالظبط. لو اتكرر الموقف بالنسبه لك وانت مثلا السنه الجايه او اللي بعديها انت راجل فري وعندك الزمالك وسيراميكا، تفكر ازاي؟ راجل فري؟ لا يعني هشوف فرصه اللعب فين اكتر والمكان هبقى مرتاح فيه اكتر، يعني انا شايف ان لو هتلعب في الاثنين لو هلعب في الاثنين عملت زنقني.
لا لا خالص. لا هو شرف طبعا، انا اتمنى ان العب زمالك او العب اهلي، ده طموح لاي حد. لكن خلينا كابتن واحده واحده، انا مبسوط في سيراميكا جدا دلوقتي، مبسوط ومرتاح والحمد لله الواحد بيأدي معاهم شكل كويس، والناس ناس محترمه جدا، فانا مبسوط الفتره دي جدا في سيراميكا. مبسوط في سيراميكا جدا. هل 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 سيراميكا يحلم ببطوله ولا لسه الوقت؟ مش دلوقتي. لا احنا خدنا بطوله السنه اللي فاتت اوريدي. خدنا بطوله. لا انا بتكلم على السنه دي. يعني بنسبه كبيره ان شاء الله احنا بنلعب على الهدف ده، ان احنا ناخد بطوله كمان السنه دي. انك تاخد بطوله بيديك دافع بعد كده انك تاخد بطوله كمان، بيديك عندك ثقه ان انت تنافس على البطوله. يعني احنا هدفنا ان شاء الله في الرابطه السنه دي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا. عايز تروح دبي تاني؟ اتبسطت هناك جدا. اخدت اجازه وكملت. الدنيا كانت حلوه. لا احساس حلو طبعا، احساس جميل انك تاخد بطوله وتاهلك لبطوله. هي حلاوه البطوله كمان ان هي جت توقيتها، ان بعديها راحه فما جاتش مضغوطه. بالظبط يا كابتن. يمكن الحمد لله يعني خلصت البطوله وخدنا 5 ايام اجازه، الدنيا كانت كويسه بصراحه الحمد لله. يعني دايما وجود جمهور الاهلي في المدرجات بيحط ضغط كبير عليكم؟ يعني لا ما بيحطش، بالعكس. يعني يمكن احنا محرومين في مصر شويه ان احنا بنلعب في اجواء فيها جماهير كتير وضغط جمهور والكلام ده، لكن صدقني يا كابتن احنا بنحس ان احنا لا احنا عايزين نوري الناس احنا فرقه كويسه، احنا لعيبه جامده، احنا قادرين نلعب تحت الضغوط. انت بتلعب مع الاهلي تحب ان الجمهور يجي بعدد كبير؟ يقفل الملعب. انا ببقى مبسوط جدا في الاجواء دي جدا. ولاعيبه كتير جدا في الفرقه، احمد هاني، محمد ابراهيم طبعا، حدث ولا حرج، لاعب زمالك وبطولات. جمهور الاهلي ولا الزمالك؟ انا بيحبك اكتر. بيحبني اكتر؟ يعني نزلت مره مثلا ايه ده بيحييك افضل، يعني خفيف على البوم اكتر كده يعني. لا يعني هو جمهور الاهلي بيقابلني اوقات في الشارع، اللي هو انت قدام الاهلي بتبقى نوير وبتبقى بتقلب وقدام زي ما قلت لهم يا جماعه عشان عشان ليك هيستوري. ليها سابقه معاهم. لكن قلت لهم يا جماعه انتوا بتتفرجوا على ماتشات الاهلي بس. يعني مش مشكلتي ان انتوا ما تتفرجوش على ماتشات الدوري كلها وماتشات الزمالك. لكن يعني انت اخف شويه على جمهور الزمالك من وجهه نظرك؟ يعني شويه. الراجل ده بيقول كلام كبير. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى سريعا ونكمل حديثنا. هل تمتلك من الشجاعة للرد على السؤال القادم؟ ماتشات الأهلي أصعب ولا الزمالك من وجهة نظرك؟ ماتشات الأهلي قولا واحدا كده. ماتشات الاهلي صعبه جدا. ليه بقى؟ يعني انا بالنسبه لي ماتشات الاهلي بتبقى صعبه بس ممتعه في نفس الوقت. يعني الاهلي دايما عايز يخلص الماتش بدري، ودي بتبقى صعب، بتبقى بالنسبه لحارس المرمى الموضوع بيبقى صعب جدا، ان لسه ما دخلتش في اجواء الماتش. عايز الدنيا تبقى بالنسبه لهم سهله في اول ربع ساعه. نفسهم طويل قوي في الماتش. الاهلي نجح ان هو يبيع فكره انا هكسب بدري. انا هكسب عامه. يعني ان انا في الماتش انا دي فكره متباعه لكل بالظبط. يعني انك تقدر انك تواجه الفكره دي، دي في حد ذاتها انت هتبقى عديت 50-60% من المباراه ان انت تقدر تكسب الماتش. اما بتقعد تبص كده تقول مثلا ايه، في 40,000 وانا بشجع او 30,000 مثلا وانا بلعب ضد الاهلي مع فرقه الاهلي، وانت بتقول انت بتحب تلعب في الجمهور. دي حقيقه. امال هم لو معاك دعم ايه؟ دعم قوي جدا. جدا. يعني انا بحب العب، يعني زي ما حضرتك بتقول انا بحب الملعب يبقى متقفل وانا ضد النادي الاهلي او النادي الزمالك ايا كان. تخيل بقى الجمهور معاك هيديك دفعه عامله ازاي؟ لا الجمهور عامل رئيسي جدا في كم في المية؟ يعني لو انت واقف على رجلك 100% الجمهور بيديك دفعه مثلا 60-70%. 60-70%. يعني لما العب على ملعبي والملعب متقفل انا ورايا، انا عندي ظهر، في ظهر ورايا. عندكم جهاز طبي قوي جدا. كندوسي رجع وبعد اصابه ووقف على رجله. يعني كندوسي كان عنده اصابه يا كابتن، كان عنده جهاز قطع في الرباط الداخلي. دكتور فريد رئيس الجهاز الطبي عندنا، دكتور فريد رضوان ودكتور ابو الحسن ومحمد شافعي اخصائي التاهيل، ثلاثه بذلوا مجهود رهيب وقعدوا تقريبا، يعني الاصابه دي تقعد مثلا شهرين
هو تقريبا قعد 3 اسابيع ورجع معانا لعب ماتشات السوبر. كان اتصاب في ماتش ودي في مع الجونه، وكان عندنا بعديه على طول بثلاث ايام 3 ماتشات ام بي فيوتشر البنك، وبعد كده مسافرين البطوله. كل ده في اسبوعين. بعد الاسبوعين سافرنا اتمرنا اسبوع لعب معانا مباراه. يعني انا بشكرهم جدا بصراحه. لا يعني قاموا بمجهود جبار. هل احيانا بعض الحكام يعاملوا لعيب الاهلي والزمالك غير بقيه الفرق؟ اه بيحصل. يعني انا شايف ان ده بيحصل، ومش كلهم طبعا. يعني في ناس حكام جامده جدا، لكن في ناس ثانيه ما اعرفش ليه الفرق انك تعمل ده غير ده. بتقول له بقى في الملعب؟ طبعا. ما هو يا كابتن، هو انا بتعصب ليه من الحكم؟ يعني انا لو الحكم بيعاملني زي ما بيعامل اللعيب اللي قدامي، او بيديني حقي زي ما بيدي حق اللعيب اللي قدامي، انا هتعصب ليه؟ يقول لك ايه؟ يعني بيقول لي ايه بعد ما بتعصب؟ ما لكش دعوه. خليك في شغلك. طب ما خليك انت في شغلك. اقفل معاك بقى الحديث على كده عشان تروح سليم. حبيبي يا كابتن، شرفتني ونورتنا. بس ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله تعمل موسم جيد مع السيراميكا. فرقه محترمه وانتم منظومه رائعه، تكسروا الدنيا وتوصلوا لابعد نقطه، وان شاء الله باذن الله حديثنا اللي جاي تكون موجود في المنتخب كمان. ربنا يخليك يا كابتن، انا مبسوط اني كنت معاك. انا بس عايز نقطه اخيره في عجاله. انا يعني محتاج اخص بالشكر الفتره الاخيره اللي فاتت دي، فرقت معايا جدا في حته المذاكره اللي كنت بكلم حضرتك عليها. انا زوجتي كانت بتاخد كورسات في البوزيتيف سايكولوجي، فالموضوع ده فرق معايا انا جدا بصراحه. يعني كنا بنقعد نراجع ونذاكر الماتشات وبناخد كورسات، هي معايا في كل خطوه. يمكن لما كنت بروح المعسكر حتى كنا بنتكلم فيديو كول، بنعمل الجلسات وبنعمل سيشنز على الموبايل، فالحاجات كانت بتفرق معايا جدا في نزولي الملعب. فانا بشكرها من خلالك، وبتمنى لها التوفيق يا رب دايما الفتره الجايه، ودايما في ظهري، ودايما كده من نجاح لنجاح. وكانت معاك في دبي طبعا. هي هتسيبني؟ ما شاء الله. ما ينفعش تسيبني في دبي. حبيبي يا كابتن سيف، شكرا. ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله، ويوفقك دايما ان شاء الله، وتفضل دايما في ظهرك كده، وتفضل دايما ان شاء الله باذن الله عامل مساعد يعني. شكرا يا كابتن. خلصنا حلقتنا مع محمد بسام، واحد من افضل حراس المرمى الموجودين هذا العام في الدوري الممتاز، حارس مرمى نادي سيراميكا. كل التوفيق لسيراميكا في القادم. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره على الف خير.